السلام عليكم. ليكيب لي من لوجيك تترجع لكم اليوم بواحد المشروع اللي تقيل شوية، اللي هو بناء واحد الأرض المساحة ديالها 160 متر R بلس 3 ديز أبارتمون بالكراجات تجاريين، زائد واحد الكراج ديال السيارات اللي كيقدر يهز حتى لستة طنوبيلات. حفرنا الساس الحمد لله، جبنا الماتيريال، جبنا العود ديال الكوفراج، الناس ديال الحديد حزموا الحديد وداروا الكوفراج ديالهم، والحمد لله هانتوما كيف تتشوفوا المسائل غادا في امان الله وحفظه بطريقه احترافيه منظمه ونقيه. الجوانب ديال الساس ديال الدار دازوا بالبيطون وبالحديد، هذا كان اتفاق ما بين لونتربرونور وليكيب كونسي، لان استعمال الياجور والبودرات غلط كيضيقوا ما بين كيضيقوا الكراج اولا، وثانيا مع الارض كتحرك ولو بنسبه قليله تدير تشققات، وفاش كيكون الماء مثلا ولا شي تسربات الكراج تولي فيه لا موزيسور وكتولي فيه دي زانفيلتراسيون دو. كيف تتشوفوا فاش دازت كما تنقولوا حنا في الحرفه الصباط في الضاله، ردمنا الارض ديالنا، دوزنا لاماس ديال النحاس، ومن بعد الناس داروا السوارت ديالهم وداروا البلاستيك وحطوا فوق منه الشبكه باش تجي البيطونير. كيف تتشوفوا دير الكولاج ديالها والنتيجه كانت هائله. لا ضل نشفات، المرحله المواليه هي اننا نطلعوا لي زالونتور ديال 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 الساس، وكذلك درناه بالبيطه كيف اختارينا في الاول والحديد. المعلميه في الاول داروا الهبطه ديال الكراج مسدوده، وحنا عطينا ان كونساي بانها تحاول تحل باش نستغلوها كديباره اللي هي هذه قدامكم. لي بوتر اللي كاينين في لو سنتر حاولنا نديرهم دايرين باش فاش تدخل الطوموبيل تلقى شويه ديال الاتساع فين مانوفري. بعد السويت غادي يدوزوا للمرحله ديال الكوفراج والانستالاسيون ديال الحديد باش يحطوا لي بوترين ويحطوا الوردي باش يدوزوا البودرات ديال لادال ديال الريتشوسي. كيف تتشوفوا هذا الحديد هو غادي نحيدوه، لانه كان في الاول غيكون كونداني ودايز بالسيما، غنحيدوه وغنخليو هذيك البلايص محلولين باش يدخل الضوء للكراج، بحيث ان بنهار ما نحتاجوش اننا نشعلو البولات، وهذا فيه اقتصاد في الطاقه. كيف شفتوا ما كاينينش لي بوتر، ما كاينينش، كاين الحيط غادي ديريكت، ما كاينش لي بوتر باش ما يضيقش الكراج. حاولنا نستغلوا المساحات كاملين للصالح ديال لو كليون. كيف تتشوفوا انت هذه البلاصه هذه يقدر الطوموبيله تدخل ليها مزيان بلا ضيق. هي وسي كيف قلت لكم دخلنا لتحت الكراج، تحت الهبطه ديال الكراج، ودرناها ان اسباس دو ديبا اللي تستفد منه العائله، يبغوا يحطوا فيه لي بيسيكلات ديال الوليدات باغ اكزامبل، او شي حاجه اللي ما كيحتاجوهاش ديما يقدروا يحطوها في الكراج بلا ما تضيق عليهم المحلات ديالهم. لي بوتر هما قدامكم غون. هذا الحديد اللي على اليمن كيف قلت لكم غادي نحيدوه وغادي تشوفوه في التتمه ديال الفيديو. هاد المراحل كيقوموا بها هاد الناس باحترافيه كبيره، كيف كتشوفوا جوج ديال الناس خدامين تبارك الله على واحد 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 الطريقه، وهازين الشانتي مع انهم تيخدموا بزاف ديال المراحل، تيخدموها مانوال بلي بيطونير صغار، لان البيطونير الكبيره كيف تتعرفوا وباش نكونوا في اطار الاقتصاد ما كنعيطوا عليها، حتى كتكون واحد الكميه كبيره من البيطون، يا اما بوغ لي دال واما بوغ الجناب ديال 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 الساس ديال الدار. كيف تتشوفوا هادو الكوفراج باش غيحطوا ان شاء الله البوترين،
هنايا عندنا الجناب ديال الدار من التحت درنا كله بالبيطون، من بعد غادي تدوز بالزفت باش بوغ ايفيتي لي زانفيلتراسيون ديال الديور اللي لاصقين فيهم لاصقين فينا. دونك هنايا لو كوفراج تيدار للكراج ديفينيتيف باش يطلع وتحط فوق منه لا دال ديال الريتشوسي. هاد الحديد ان شاء الله غادي يتحيد وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش غيكون بواحد الجماليه اكبر. هنا الكراج كيف تتشوفوا متسع و تيدخل الطوموبيلات تدخل باريحيه. لو كونساي اللي زدنا للناس هو هاد الكانيفو، بحيث ان الى هبطت الشتا من الكراج او غسلنا الطوموبيل او نظفنا الكراج او نظفنا هاد الهبطه ديال الكراج، الماء ديريكتومون تيجي هنايا ومن هنايا تيدوز لواحد الروغار هنا اللي غنديروا فيه واحد الشبكه باش نيفيتيو الوسخ يمشي لا بومب ويخسرها. هاد لا بومب اللي كنديروها في هاد الروغار الكبير باش لو وصل النيفو ديال الماء اكثر من 40 سنتيم لا بومب كتشعل اوتوماتيكمون وكتهز الماء لو نيفو ديال لا لوتيسم. المرحله اللي وصلنا لها دابا هي نحطوا البوترين ونحطوا الوردي ونديروا الشبكه ديالنا باش تجي لي بيط يجيو لي بيطونيير يحطوا المسائل ديال لي كونتيتي دو سيما نيسيسير لي كونتيتي دو البيطون نيسيسير للكولاج. كيف تتشوفوا لو شانتيي الحمد لله غادي بواحد لا كادونس اللي جعلتنا نربحوا شويه ديال الوقت ابخي لو كونفينمون. هنايا لي بلان اللي تيتحترموا بالحرف، وهنا لاسيورونس اللي هي مهمه بالنسبه لا سونتي ولا سيكوريتي ديال الناس اللي خدامين معانا. في هذا الفيديو المواليه غتبان لكم الاقتراحات، وحده من الاقتراحات اللي اقترحنا على لونتربرونور اللي هي هذه، هي اللي كانت في الاول تنقول لكم راه فيها الحديد فيها السلك مربوط هو تحيد وبقات اوفيرت منا كيدخل لي لايراسيون. الا كان الطوموبيل مديماري في الكراج كتكون لايراسيون اي او ميم طون لو كليون ما محتاجش انه يشعل الضو بنهار، دونك الضو تيدخل وهذا فيه اقتصاد للطاقه. هذه الدخله ديال الدروج اللي شفتوا على اليمين ديالكم. وهنايا افيك اون سيميتري دو بروفيسيونيل بواحد الطريقه زوينه اللي عجبت لي كليون والناس اللي زاروا الشانتي لي البودرين دايز والوردي. هذا هو البودرين بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش، هو هذا الخط ديال السيمون لي دايز، والوردي هو هذا لياجور اللي كينستف بواحد التقنيه واحد الاحكام، بحيث انه تتشوف ما كاينش لي زانفيلتراسيون دو واخا السيمه الفوق باقا جديده. هاد البوترين وهاد الوردي تعاون على ان الصداع اللي تيكون في الطبق الموالي ما تيسمعوش الناس اللي في الطبق السفلي، وهذا هو الدور ديالو. كيف تتشوفوا اضاءه بطريقه جيده والضوء ماشي مهم بنهار. هادشي ولا اي كليون تيطالب تيقول لك انا تنطلب المسائل اللي تكون كتقتصد لي الضوء وتتقتصد الماء. الزيارات ديال لي شونتي ولا بد منهم ولو زيارات قصيره. الناس كيقوموا بواحد العمل احترافي تبارك الله، بحيث ان تنشوفوا فيبراتور تيخدم باش لي بوتغ تيكونوا عامرين وكيحيد منهم البرد بطريقه احترافيه تبارك الله، اللي تتقنع لو كليون وتتقنع المهندس وتتقنع الناس المراقبين. هما لي بوتغ كلهم دازو مزيان الحمد لله. المرحله الجايه غتكون هي الكولاج ديال البرومير ايطاج ديال الميزانين والبرومير ايطاج. نتمنوا ان هذا الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله غنتقاسم معكم الفيديوهات الجايين ديال المراحل الجايه. نتمنى لكم فرجه ممتعه، عاونونا بلايك وبالبارطاج ومرحبا بكم.